هذا البرنامج برعاية جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. الحوكمة من المفاهيم التي تتردد كثيرا عند الحديث عن مؤسسة العمل المدني، لكن ماذا تعني تحديدا؟ وهل تم تطبيقها في المنظمات السورية؟ هذا الموضوع وغيره نناقشه اليوم في برنامج مع المجتمع المدني مع ضيفي السيد مازن غريبة، خبير في الحوكمة والتنمية المحلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن معنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. اسمح لي أستاذ مازن أنه نتوقف لنتابع التقرير التالي ونرجع لنبدأ حوارنا. انهيار اقتصادي خلال العقود الماضية ضرب كبرى الدول الصناعية في العالم، وهو ما دفع العاملين في الشأن المالي إلى البحث عن سبل أكثر دقة فيما يخص مجال المحاسبة بعدما ثبت قصورها في العصر الصناعي، حسب توماس سيتيوارت صاحب كتاب ثروة المعرفة. ولهذا قامت المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية بوضع مجموعة من المعايير والقواعد بهدف تحسين مستوى أداء الشركات والمنظمات وتوفير الرقابة الفاعلة. ومن هنا برز مفهوم الحوكمة الذي بات من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات على مستوى العالم. المفهوم الذي سعت منظمات المجتمع المدني السوري إلى تطبيقه في عملها، إلا أنها لم تنجح في بناء أطر الحوكمة بما يضمن الشفافية والمساءلة، حسب دراسة لمنظمة مواطنون لأجل سوريا أجرتها على 750 منظمة من أصل 1040 تعمل في سوريا ودول الجوار. ووصلت دراسة مواطنون لأجل سوريا إلى أن 42% من المنظمات العاملة حالياً غير مسجلة رسمياً لدى الدول المتواجدة فيها، و40% من منظمات المجتمع المدني قامت بانتخاب أعضاء مجلس إدارتها بطريقة تنافسية، و60% من أعضاء مجالس الإدارة في المنظمات اختيروا بين تعيين أو توافق، و25% من المنظمات لا تمتلك في مجالس إدارتها أي تنوع من حيث الجنس. انخفاض عدد المنظمات التي لها مجالس إدارة تطوعية تراقب عمل الكوادر التنفيذية هو ما جعل قضية الشفافية والمساءلة تحدياً كبيراً بالنسبة للمنظمات وفقاً للدراسة. لكن ما هي فوائد الحوكمة؟ فوائد الحوكمة تتمثل في تشجيع الحوكمة للمؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها. تساعد الحوكمة المؤسسة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاجية. تقلل الحوكمة كلفة رأس المال على المؤسسة. تسهل الحوكمة عملية الرقابة والإشراف على أداء المؤسسة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المختصة وتطبيق الشفافية والإفصاح. لذا فإن عدم نجاح المنظمات السورية في تطبيق مبدأ الحوكمة في عملها يهدد استدامتها، حسب دراسة منظمة مواطنون لأجل سوريا، ما يفتح الأبواب للتساؤل عن مستقبلها في ظل أسلوب إدارتها الحالي. أهلا ومرحبا بك سيد مازن معنا من جديد. بداية اسمح لي أن أسألك، أين بدأ مفهوم الحوكمة أولا، وكيف انتقل إلى عمل منظمات المجتمع المدني السوري؟ مفهوم الحوكمة هو مفهوم يعني متواجد بشكل مرتبط بشكل عضوي مع مفهوم الإدارة. حقيقة هو موجود منذ زمن، لكن بلش استخدامه على الساحة العامة ومتعلق بالعمل المدني ببداية الألفينات تقريبا، لما بلشت جهات رسمية كبيرة مثل البنك الدولي والIMF وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات المانحة باستخدام هذا المصطلح بشكل كبير بتقاريرها وأوراقها، وحتى صار أحد المعايير الأساسية لدراسة
تطور أي حالة من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بأي بلد، وصار أحد الشروط الأساسية الموجودة لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فبالتالي هذا المصطلح اللي هو مصطلح قديم مرتبط بشكل أساسي مع الإدارة، تم استخدامه بشكل كبير من قبل المنظمات الكبيرة اللي خصوصا المنظمات الداعمة كأحد أساليب الأساسية المتعلقة بموضوع التمويل وموضوع دراسة تطور أي مجتمع مدني. أستاذ مازن، يعني في كل منظمة أو في كل قطاع عمل يوجد هذا النظام، ولكن هل هناك فرق بين الحوكمة في القطاع الخاص أو القطاع العام أو عمل المنظمات؟ بشكل عام مفهوم الحوكمة هو عابر للقطاعات، بمعنى يعني متطلب من جميع القطاعات أن تكون يعني تتبنى التعاريف الأساسية المفاهيم الأساسية للحوكمة. لكن القطاع الخاص تحديدا باعتبار هو قطاع غير تمثيلي، عادة لا تكون شركات تمثيلية مثل المؤسسات الحكومية والأجهزة الدولية أو مثل منظمات المجتمع المدني. فبالتالي مفهوم الحوكمة لدى الشركات الخاصة في القطاع الخاص يختلف، يعني مثلا أحد المفاهيم والقيم والمبادئ الأساسية هو مفهوم مثلا المتعلق بالمشاركة الشعبية أو المشاركة المجتمعية. حسب الشركات الخاصة والقطاع الخاص عادة لا يكون هناك مشاركة شعبية جماهيرية في عمل هذه الشركات، وإنما هي تكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة أو أمام الإدارة أو أمام الجهات نعم. المعنية في موضوع اليوم المساعدة. أستاذ مازن، بخصوص الحالة السورية، كيف يتسنى للمنظمات تطبيق هذا المفهوم في داخلها؟ كيف يتسنى المنظمات السورية؟ نعم، هلا مفهوم الحوكمة وصل على سوريا متأخرا، وبرأيي نحن هون أنا بدي بس خالف التقرير اللي قدمتوه بنقاط بسيطة، تفضل. وأقول بأنه المنظمات السورية أخيرا نحن عم نحاول نحكم عليها، وهذا شيء جيد طبعا بما يتعلق بمفاهيم الحوكمة وما يتعلق بموضوع المساءلة والشفافية، وهذا شيء أمر مطلوب جدا. هذا نوع أصلا من أركان الحوكمة أن هناك يكون مساءلة عامة تجاه عمل منظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات. لكن لازم ما ننسى بأنه معظم منظمات المجتمع المدني السوريين أنشئت بعد الثورة، أنشئت بظروف غير طبيعية، لم تنشأ بشكل عضوي جماهيري من الأسفل إلى الأعلى، وإنما كان أنشئت بظروف غير طبيعية، بظروف حرب ونزاع واسع. فبالتالي لازم ناخذ هاي النقطة بعين الاعتبار. برأيي طرح منظمات المجتمع المدني المفهوم الحوكمي ضمن هذه الظروف هو أمر إيجابي حتما، لكن كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار الظروف اللي نشأت فيها هذه المنظمات. أيضا معظم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة اليوم هي منظمات خدمية وظيفية، بمعنى هي أنشئت لتقضية مهام محددة، وظائف معينة لملء فغرات خدمية برامجية في عدد من المناطق. وهون الحالة الوظيفية لهذه المنظمات أيضا تصعب عمل الحوكمة. هاي نقطة. نقطة ثانية، يجب التمييز دائما أولى بين منظمات المجتمع المدني وبين المنظمات غير الحكومية، يعني بين مفهوم السي اس او منظمه المجتمع المدني ومفهوم الان جي او اللي هو المنظمه غير الحكوميه. في فرق شاسع بيناتهم بمعنى الهيكليه والاداره والى اخره. ما اراه اليوم على الساحه السوريه بان ما يوجد اليوم بشكل تقريبا بدي اقول كل الموجود اليوم هي منظمات غير حكوميه، هي ان جي او وليست سي اس او. الفرق الأساسي بأن الـ NGO تشبه إلى حد ما بموضوع الهيكلية والإدارة تشبه الشركة الخاصة، بمعنى هناك مجلس إدارة وهناك موظفين، والموظفين يكون مسؤولون أمام مجلس الإدارة. مجلس إدارة يضع الخطة العامة ويقوم الموظفين بتنفيذ هذه الخطة، وعادة ما هي تقوم بتنفيذ مهام إدارية وظيفية خدمية، فتشبه بذلك الـ Contractors أو المقاولين أو الشركات المنفذة على الأرض. بينما المنظمة المجتمع المدني
يجب أن يكون هناك هيئة عامة، ويجب أن يكون هناك حالة تمثيلية، مجلس إدارة ينتخب من هذه الهيئة العامة، الهيئة العامة تحدد الإدارة واستراتيجية عمل المؤسسة. عادة هذه المؤسسة ليس بالضرورة أن تقوم بتنفيذ مشاريع على الأرض، وإنما هي تكون أقرب إلى مثل ما قلنا تمثل المجتمعات المحلية الموجودة ضمنها، ممكن هي تكون مجموعات ضغط، مجموعات حشد ومناصرة تتعلق بالسياسات، هي سياسات الدولة وإلى آخره. ما يوجد بسوريا اليوم هي ان جي اوز، هي منظمات غير حكومية أكثر من أنه يوجد منظمات مجتمع مدني. هي كمان نقطة برأيي لازم نعرف نميزها. فبالتالي مفهوم الشفافية والمساءلة لدى الان جي اوز هون بهاي الحالة يختلف قليلا عن موضوع المنظمات المجتمع أستاذ المدني. مازن، رح نحكي بتفاصيل أكثر وعن المنظمات السورية ومحاكاة المنظمات للدول الغربية، ولكن بعد الفاصل. اسمح لي مشاهدينا، فاصل وعودة لنتابع. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. سيد مازن، قبل الفاصل كنا نتحدث أن هناك فروقات بين الـ NGO ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص الحوكمة، حبذا لو تشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع. تمام. هلا كنت عم بحكي أنا الفروقات المتعلقة بالبنية الإدارية بين الـ NGO والـ CSO، وباعتبار البنية الإدارية مختلفة فيعني موضوع أيضا متعلق بالحوكمة قد يختلف أحيانا. تحديدا إذا قلنا الحوكمة هي لديها عدد من الركائز الأساسية وعلى رأسها موضوع المساءلة. إذا بدنا نحكي بموضوع المساءلة، الفرق بين المساءلة بين منظمة المجتمع المدني والمنظمة غير الحكومية، بالتأكيد للجهتين حتى أيضا المنظمات الحكومية نفس الشيء. المساءلة هي تكون من العامة، من المجتمع المحلي بشكل عام، هي واحد. اثنين، تكون هناك مساءلة من الجهة، من المستفيدين، يعني المستفيدين المباشرين من 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 عملي أنا، ويكون هناك مساءلة داخل المؤسسة نفسها. الفرق في النوع الثالث من المساءلة، منظمات المجتمع المدني CSO باعتبار عادة يجب أن يكون هناك هيئة عامة، وهذه الهيئة العامة تكون عمل كل CSO وكل منظمة المجتمع المدني أيضا، العمل تبعه مساءل من قبل هذه الهيئة العامة. الـ NGO اللي هي اللي بيسموها، هي تطبع أكثر إلى بزنس موديل، يعني الموديل تبعه موديل يشبه إلى حد كبير موديل الشركات، عادة لا يكون هناك هيئة عامة، فتكون المساءلة من مجلس الإدارة، وطبعا تكون المساءلة أيضا من المستفيدين مباشرين من هذه الـ NGO، ومساءلة من قبل أجهزة الدولية اللي هي المفروض تكون عم تراقب عمل هذه المنظمات، وكمان المفروض تقدم إلى تقارير وإلى آخره. هذا ما يتعلق بموضوع المساءلة، المساءلة والمحاسبة. بموضوع الشفافية أيضا، الـ NGO هي قد تكون عابرة للمجتمعات، بمعنى أن يمكن أن يكون هناك نفس الـ NGO تعمل في أكثر من منطقة، في حلب، في دمشق، في حمص وإلى آخره. عادة CSO أيضا في بعض الحالات تكون تعمل عبر أكثر من محافظة، لكن هي على الأغلب أغلب الأحيان تكون نابعة من مجتمع محلي معين. فبالتالي هون في بيجي عندي موضوع الشفافية، مطلوب من الـ NGO أن يكون هناك في حال شفافية أعلى، باعتبار هي تعمل في مناطق أكثر من الـ CSO، ولكن يجب أن يكون هناك شفافية في العمل في جميع عمل هذه المنظمات. الفروقات بموضوع الحوكمي ليست فروقات هائلة، لكن هي أحياناً بحسب دراسة الهيكلية الإدارية قد تختلف بعض الجهات التي يجب أن تكون شفافة تجاهها، أو يجب أن تكون هناك حالة مساءلة ومراقبة عليها وإلى آخره. اليوم أستاذ مازن، برأيك إلى أي مدى استطاعت منظمات المجتمع المدني أو المنظمات السورية محاكاة منظمات الدول الغربية بما يخص تطبيق مبدأ الحوكمة في عملها؟ هل هذا السؤال يفترض بأن المنظمات الغربية تطبق مبدأ الحوكمة في عملها؟ وحقيقة هذا مو تماما دقيق برأيي. ليس معظم المنظمات الدولية تطبق عمل الحوكمي في عملها، يعني خصوصا بالحالة السورية.
بمعنى كمان بدنا ناخذ مثل ما فرقنا بالمنظمات السوريه، كمان بدنا نفرق بالمنظمات الدوليه العامله في سوريا. معظم هذه المنظمات نحن بنسميها اصطلاحا اي ان جي او، بس حقيقه هي مو كلها اي ان جي او، هي في كثير منها هي شركات خاصه. يعني في مثل مثلا كيمونكس، كرييتيف، ادم سميث، هدول هني برايفت كومبانيز، هي شركات خاصه. يعني هناك في اسهم وشركات ربحيه بتاخذ نسبه من الربح. في اي ان جي او اللي هي لا تكون غير ربحيه، مثل كثير منظمات مثل ان ار سي والدي ار سي وغيرهم الى اخره. فكمان هون بدنا نميز بيناتهم، مو كل الجهات الداعمه او المنظمات الدوليه الموجوده هي حقيقه اي ان جي او، في منها الشركات الربحيه، وبالتالي طريقه عملها تختلف من مختلفه. وطبعا في عنا وهي الجهات عاده هي ليست جهات مانحه، يعني هي جهات وسيطه. الجهات المانحه هي عاده تكون الخارجيات، مثل ديفيد، مثل اف سي او، مثل يو اس اي دي، مثل الحكومه البلجيكيه والى اخره. وبالتالي في عنا نحن المانح الاساسي اللي عاده يكون حكومات، في عنا الجهات الوسيطه اللي هي عاده تكون شركات خاصه، وفي عنا المنفذين على الارض اللي هن عاده ما يكونوا جهات سوريه. فهي هيك بتكون القصه. لهذا الموديل الموجود بسوريا حاله الشفافيه والمساءله حقيقه تكون معدومه لدى هذه المنظمات الدوليه. هي مساءله قدام المانح تبعها، قدام اللي عم يعطيها مصاري بما يتعلق بصرف الاموال، لكن هي ليست مساءله بما يتعلق بموضوع الاثر الطويل الامد الذي تتركه على هذه على المجتمعات المحلية التي تعمل بها. ليست مساءلة عن موضوع تنمية قدرات المنظمات السورية الموجودة على الأرض والشركاء المحليين على هذه يعني الأرض. ما هو السبب أنها لا تتعامل بشفافية مثل ما تذكر؟ أنا برأيي هذا النظام الدولي المتعلق بموضوع تقديم المنح بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون شفاف، ولا يمكن أن يكون مسؤول حقيقة. في مشكلة بالنسبة إلي، في مشكلة بسياسة المنح الموجودة مو بس بسوريا. يعني هذا المثال للأسف مو بس موجود بسوريا، هذا المثال موجود بأفغانستان، هذا المثال موجود بفلسطين، هذا المثال هلأ بوجودوه بليبيا، وطبعا كان موجود بالعراق لفترة طويلة. بأنه عندك موضوع الجهات المانحة اللي تجي أنت بس هي كخارجيات بتقدم مصاري لشركات ربحية تقوم بتنفيذ مشاريع على الأرض، هون بصير علاقة شركة مقاولة مع شركة منفذة. يعني فبالتالي عادة هذا السيستم هو غير سيستم غير شفاف، لا يعتمد على الشفافية هذا، ولا يعتمد على حالة المساءلة. هم تكون مساءلة مالية وأكثر من أن تكون مساءلة أخلاقية متعلقة بالدولة نفسها. فهو أنا عندي مشكلة مع بي 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 بكل السيستم المنح وطريقة المنح الموجودة اللي عم يتم التعامل معها، مو بس مع سوريا، مع معظم الدول اللي عم يصير فيها أزمات. يجب إعادة النظر حتما بطريقة هذا العمل. يعني اليوم في منظمات المجتمع المدني السوري على وجه التحديد، كيف يمكن حمل المنظمات على اتباع أسس الحوكمة الرشيدة، بما أنك تذكر أنها لا تتعامل بشفافية ولا يعني ولا تطبق هذه القوانين؟ نعم، مثل ما أنا يعني معظم المنظمات السورية لا تنفذ، يعني لا تطبق موضوع الحوكمة الرشيدة، وليس بس فقط المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، أيضا ما يتعلق ب المجالس المحليه وعدد من اسام الحوكمه المحليه الموجوده في 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 المناطق المحرره. هناك صعوبه بالتنفيذ. اولا في نقطه مهمه برايي ما يتعلق بموضوع المساءله تحديدا. المساءله ليست برايي المساءله ليست عمل طوعي وليست عمل كيفي. بمعنى انا كجهه كمؤسسه كشركه صعب مني لحالي انا اقرر ان انا اصير مساءل قدام المستفيدين او قدام المجتمع المحلي. بالعكس، انا بيهمني اني انا ما اكون مساءل، ما يوجعوا لي راسي كمل بالعمل. فبالتالي المساءله هي تاتي من المجتمع اولا، فهي العمل على توعيه المجتمعات المحليه بحقوقها بما يتعلق بموضوع المساءله والمحاسبه تجاه من يعمل لديها. تعرف بانه هذه المنظمات وهذه إن كانت غير حكومية أو مجتمع مدني، هي الهيئة العامة لكل هذا العمل هو المجتمع المحلي نفسه. فيجب أن يكون مساءل أمام هذا المجتمع. معظم اللي عم يصير توجهات الحوكمة الرشيدة ودورات
بتصير تتوجه للمنظمات، وهذا أمر جيد جدا، تعريف المنظمات بمفاهيم الحوكمة وإلى آخره. لكن يجب أيضا أن تركز على المجتمعات المحلية، بمعنى يجب أن تعلم المجتمعات المحلية حقوقها تماما تجاه ما يتعلق بالمنظمات العاملة لديها، بما يتعلق بموضوع المحاسبة، موضوع الشفافية. يجب على المجتمع المحلي أن يطالب المنظمات والمجالس المحلية أيضا بموضوع الشفافية، أن في النقطة الثالثة والأهم هي موضوع المشاركة المجتمعية. أين المشاركة المجتمعية اليوم لدى المنظمات ولدى المجالس المحلية؟ يعني مثلا أستاذ مازن، بما أنك تتحدث عن المشاركة المجتمعية وعن من هو سيحاسب، يعني في حال لم تلتزم المنظمة بهذا المفهوم، ما مصيرها ومن سيحاسب؟ هلا بالحالة الطبيعية، بالحالة العادية، اللي بيحاسب بهذا الموضوع هو بيكون الدولة، في حال كان هناك دولة هي من تقوم بالمحاسبة. يعني هي لما يصير في أنا، وطبعا لما يكون في عندي أنا منظمات غير مسؤولة، غير شفافة، غير مسائلة أمام المجتمع المحلي، المجتمع المحلي في عنده قنوات للتعبير عن مشاكل تجاهها، طبعا هذا غير موجود في الحالة السورية، يعني لا سابقا ولا حاليا. فبالتالي إذا بدنا نحكي اليوم بالوضع السوري الحالي، أنا برأيي يجب أن تكون لدى المجتمعات المحلية أساليب ومنصات محلية تقوم بتقييم عمل منظمات المجتمع المدني، وتقوم ب يعني التعبير عن مشاكلها تجاه هذا العمل، بغض النظر عن المنظمات. أن تكون هناك منصة موضوعية شفافة من المجتمع المحلي نفسه، قادر على التعبير من خلالها عن رضا أو عمل إيجابا وسلبا، خلينا نقول تماما تجاه من يعمل في محيطه، تجاه من يعمل في مدينته، في قريته إلى آخره. أستاذ مازن، عذرا على ضيق الوقت، ختاما، المنظمات السورية التي لا تلتزم بهذا المبدأ، هل تظن أنها ستستمر في الأيام القادمة؟ هي حتستمر للأسف، باعتبار مثل ما قلنا، يعني كل إلى الآن المنظمات غير التي لا تطبق موضع الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية وإلى آخره، يعني بحسب تجربتي ما عم بتأثروا، يعني عملهم عم بيضل مستمر، لأنه هي بتصير هني مساءلين أمام المانح وليس أمام المجتمع المحلي. بصير أنت جمهورك هو المانح وليس جمهورك هني، والغاية هي إرضاء المانح تماما، تصير الغاية إرضاء المانح وليس إرضاء المجتمع المحلي. فبالتالي هني بالأساس جزء، طبعا لا أريد أن أعمم على كل المنظمات السورية على الإطلاق، طبعا يعني تجربتي تقول أنه في قطاعات معينة مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم، بالعكس هناك منظمات تعمل بشكل أساسي ووثيق مع المجتمعات المحلية. لكن لما يصير جمهورك المستهدف والمانح وليس المجتمع المحلي، فبصير أنت مساءلة أمامه، ف رضا المانح هو الأساسي وليس المجتمع المحلي، بالتالي غضب المجتمع المحلي، عدم رضا المجتمع المحلي لن يؤثر بالضرورة على عملك واستمرارك في العمل إلى الأمام، وهذه مشكلة. نأمل بالأيام القادمة أن يكون هناك منصات كما ذكرت، أو جهة مختصة تحاسب للثواب والعقاب. شكرا لك أستاذ مازن غريبة، الخبير في الحوكمة والتنمية المحلية، شكرا لك ولحضورك معنا اليوم. شكرا مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، دمتم برعاية الله.